خمسة. خمسة. هذا رقمك اللي بتحبيه؟ بحب رقمين كده، خمسة ورقم تاني. اوكي يلا هختار. تعال نشوف رقم خمسة رقم بيقول ايه. يا سلام. ملكة التحدي. ملكة التحدي. يوم ما اعلنتي خبر جوازك على اوكا واجهتي حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس انت رديتي على يون بانك قصيتي شعرك قصة غريبة ليلة كتب الكتاب. لان هم يعني الموضوع ساعتها عدى حدود الـ 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 الكومنتات، وبقى في تريقه وبقى في فوتوشوب بيتعمل لي هنا كده ان انا قصه، فانا عامله شخصيه كده على الانستجرام اسمها ابله جواحظ، فعملت لها فيديو تريقه كده وقلت لهم انا بحبك كابوريا قوي، يعني اللي هو انا مش هممني ان انتوا بتقولوا عليا ان انا قصه كابوريا، يعني لان يعني عادي انا لو عايزه اقص من الجنب هقص، بس انا مش بحب منظر البنت وهي عامله كده يعني. بس ايه ما بتحبي انت هيك؟ لا لا خالص. أوكي. ما بحبش منظر البنت وهي حلقه او قصه زي الولد كده، يعني ما بحبش القصات دي خالص، مش ستايلي يعني. اوكي. فهو ده بس اللي ضايقني ان هم عملوا فوتوشوب يعني. أوكي. فعملت الفيديو كده. صح. بس بدك اقول لك شيء ماي، انت نحن الجمهور عاده بحب المعترف عليه او الكثير لما بيلاقوا حدا هيك سبيسيال وماشي بسكه لوحده وعم عايش حياته مثل ما هو بده بلا ما ياذي حدا، انا بلاقي انه هيدي قمه الحريه الشخصيه، والواحد لازم يحبك على هيدا الشيء ويتمنى لك الخير، انه انت منك تقليديه معلبه بتشبه مثل العالم التانيين. انا بحييك وبوجه لك تحيه كثير كبيره حبيبتي. على ملكه التحدي، وبليز بدي الجمهور يزقف لها زقفه كثير كبيره. ثانك يو. انت ما بتشبهي حدا وما ينفع تكون بتشبهي حدا، ما الحمد ولا يمكن تشبهي حدا، هيدي الروح ولا يمكن تكون تشبه تقليد يعني. لا بصي انا عايزه اقول لك على حاجه يا رزان، انا بس مش عايزه الموضوع ياخد اكبر من حجمه، لان انا حتى بشوف الناس تعليقاتها بالايجاب او بالسلب في قصتي بالذات احيانا انا بتصيبني بالتوتر، يعني بحس ان انا حياتي انا متوتره من كتر تركيز الناس قوي معايا. والله ما حدش ليه دعوه اصلا، يعني بصي لان انت نجمي وهيألي لو دخلت لو عارفه يعني لو دخلت التواليت هيقولوا مي دخل، عارفه التركيز ده من ساعه ما اتجوزت بيبي دي نجوميه بيبتي حط رجل على رجل كده. لا بجد انا في الاخر انا واحده تطلباتي في الحياة كلها حاجات حسية معنوية مش مادية، فلما اخترت البني آدم اللي يشبع مشاعري اللي حبه قلبك بس يشبع بس خلاص مشاعري خلاص دعوة بقى يعني هي أنا للأسف للأسف مؤخرا ظهر ناس نصبوا نفسهم رقباء على المجتمع كل حاجة وعلى الناس وعلى أي حاجة ويقول رأيه بإسفاف وبقلة أدب، وده حاجة مرفوضة يعني. مرفوضة. هو المشكلة يعني بصي أنا بفضل أقول إن بقى في حاجة اسمها فراغ السوشيال ميديا. الناس من كتر الفراغ فبتطلع الطاقه بتاعتها على السوشيال ميديا بمنتهى الجهل والتخلف، لان انا بشوف ان انت بتطلب الحريه يعني بتطلب الديمقراطيه بمنتهى الدكتاتوريه، انت عايز يعني تبقى مختلف معايا ولو انا اختلفت معاك تبقى انا عدوك، ففي حاله كده من العبث زي ما بيقولوا حاصله في السوشيال ميديا بجد. فاتمنى ان احنا يعني ناخد بالنا، مش عايزه اخد الحلقه في كلام كبير، بس انا شايفه ان كل حاجه حوالينا لازم الفتره الجايه بجد تبتدي تتوجه، يعني اوجه الاعلام والفن وكل حاجه لخدمه المجتمع ده وبنائه اخلاقيا، لان بجد يعني انا بدخل اقرا كلام بحس اللي هو ايه انتوا مين، انتوا ازاي كاتبين كده، انتوا ازاي عندكم الجراءه انكم تجرحوا في الناس كده، يعني لان ربنا سبحانه وتعالى هيسامح البني ادم على اي حاجه الا اذيه الناس طبعا. فقبل ما تفكر تكتب كلمه تاذي بيها حد خد بالك يعني. بدي اقول لك شيء، انا وقتها انا يمكن عم بقرا السؤال هذا لاول مره وما كنت موجوده بمصر، بس انا لما بشوفك انت ما بتشبهي حدا ولا يمكن تكوني بحياتك شبه الناس المعلبين اللي هن بيمشوا جنب الحيط وبيعملوا مثل ما لازم لحتى الواحد ياخذ القبول، انت عندك عنفوان وتحدي واضح بشخصيتك، انت انسانه سبيسيال يعني يونيك ما في مثلك كثير، وبدي اتمنى لك كل السعاده حبيب. ومثل ما قال احمد الموضوع ابدا ما بده، بالعكس كثير كول خليهم يكتبوا خليهم يحكوا. انا نفسي يا رزان يعني يحاسبونا. انا حبيبتي انت ومحمد كثير وبدي اتمنى لكم تضلكم هيك حبيبتي كثير، بدي اوجه لكم تحيه كثير كبيره، ويا رب تجيبوا لنا
وعايزه اقول لك على حاجه برضو كريزي هيك. انا اتجوزت محمد بعد عناء وتفكير، لان انا هو في عيني احسن راجل في الدنيا طبعا، اكيد واطيب واحد شفته في حياتي وارجل واحد شفته في حياتي، ربنا يخليه لي. قد ايه مبسوطه مغرومه فيه، قد ايه صالح لويتي على الزواج. ويا بطوطه يا قمر.